الآن تجربة حية، بعد ما طلبنا المحصل المنزلي وحددنا الموقع وصل المحصل المنزلي الآن وبنشوف. سامع كيف الحال؟ شلونك؟ خليك الله يخليك. ايش عندك؟ تفضل. هاي التطبيق خليك. هذا التطبيق من خلاله تلاقي كل المشاريع. إذا مشاريع قطر خيرية سيأتي إليك المحصل المنزلي وسيعرض عليك كافة المشاريع اللي أنت ممكن من خلالها تتعرف أو أنك حاب تساهم بتبرعك، سواء التعليم، الصحة، الكفالات، مياه الآبار، الإسكان، تحسين الدخل، مساجد وثقافة، حملات إغاثة، صدقات، زكاة، وقفيات ومشاريع رمضان. يصل إليك المحصل المنزلي إلى منزلك ويستلم منك سواء كاش أو من خلال البطاقة البنكية، وبهذا التابلت أنت تتعرف على كافة الأمور اللي من خلالها حاب أنك تشارك وتساهم بتبرعك. فهنيئا لكم، هذا التطبيق مع قطر الخيرية.